12 سنه مع عبد الرزاق شاب. اي اما والله يا صابرين انت توا حيرت لي المواجهه. انا نحب نقول قول. ما نحبش ان باش نقول لك حسبي الله ونعم الوكيل، لا انا نقول عبد، نقول خاطر يعرضوني عبد الرزاق شابي مثلا، انا نلوم عليه لانه اكتشفت بالظاهر عبد الرزاق الشابي ما عندوش صاحب. علاش تقول هكا؟ لا ما عندوش صاحب. صاحبك انا نعرف. ما عندوش صاحب. اجا نقول لك يا نوس اجا انت تعرفني وانت نعرفك انت عبد الرزاق صحيح. كان اللي عديته انا عبد الرزاق 13 سنه راهو مش تلفزه ومنشط وممثل، لا لا نخرجوا ونسهروا بما فيهم الله يرحمه حسن الدهماني، قعدت انا وياه وصابر الرباعي، معناتها قعدات ما قعدتها في الاخر بالكل اكتشفت انه عبد الرزاق ما عنده صاحب، صاحبه في حجره كيقوم يطيشه.